السلام عليكم. نبدأ الآن بالتست رقم 56 من الوحدة الثانية، وحدة الأشكال في مادة الآي كيو من هاجم تروبو الكتاب الثاني. هنا نلاحظ أنه لدي الوجه العلوي، هنا هو عبارة عن وجه الفارغ الذي لا يحوي على أي رمز أو تخطيط، وبالتالي الأربع أوجه ظاهرة لدي، وبالتالي حكماً الوجه السادس هنا سوف يكون باللون الأسود. يعني إذا كان لون السطح هنا أبيض، وبالتالي الأسفل يكون أسود، إذن هنا تقابل بين اللون الأبيض والأسود. نلاحظ في بي تجاور وهذا إجابة خاطئة، وفي إي لدي تجاور وهي إجابة خاطئة. الآن إذا كان هنا اللون الأسود، هنا في الخلف سوف يكون لدي اللون الأبيض. عند إدارة هذا الشكل بزاوية قدرها مثلا 90 درجة، سوف يظهر هنا لدي رمز المعين داخل الوجه، وهنا سوف يظهر لدي اللون الأبيض، لكن في الأعلى سوف يكون لدي الوجه الرمادي ولن يكون لدي الوجه المخطوط، وبالتالي إجابة خاطئة. الآن مثلا في جي لما كانت هنا الوجه الأسود يقابل هنا تماما هو اللون الأبيض، وبالتالي عندما أقوم بإدارة هذا الشكل إدارته الآن مثلا هنا اللون الأبيض، أو أجعل اللون الأبيض في الأعلى والمخطط هنا، سوف يظهر في هذا الطرف اللون الرمادي هنا ولن يظهر التخطيط. يعني أنا سوف أعمل على هذا الشكل بالضبط، إذا كان هنا هذا اللون الأبيض سوف أقوم بوضعه في السقف، وبالتالي يقابل هنا اللون المخطط بالخطوط المائلة. هنا سوف يظهر لدي المظلل وليس المربع الذي يحوي أقطار، وبالتالي أيضا جي إجابة خاطئة والجواب هو دي. في السؤال الثاني هنا نلاحظ أنه إذا قمت بتدوير هذا الشكل، وضع النقطة نحو الأمام والوجه المفرغ يبقى في الأعلى، يعني عندما أقوم بلف هذا الشكل الخطوط المنقطة سوف تظهر إلى اليسار ولا تظهر إلى اليمين، وبالتالي إجابة خاطئة. في بي بنفس الأسلوب تماما، عندما أقوم بتدوير هذا الشكل أضع النقطة نحو الأمام والوجه المفرغ إلى اليمين في الأعلى سوف يظهر الوجه الأمامي، يعني هنا بهذا الشكل، وبالتالي لا يظهر الوجه المظلل، وبالتالي بإجابة خاطئة. بنفس الأسلوب هنا أسود وجه يحوي على خطين متعامدين، وجه يحوي على خطين متعامدين، هنا سوف يكون الوجه أبيض وليس وجها منقطا، وبالتالي جي إجابة خاطئة. الآن في دي عندما أقوم بفتل هذا الشكل، عندما أوضع أنا المخطط أو الوجه الذي يحوي على عمودين متقاطعين في الأمام والوجه المظلل في الأعلى، على اليمين سوف يظهر الوجه المنقط وليس الوجه المخطط، هنا سوف يظهر الوجه المنقط. نتخيل الشكل مثلا هنا، نقلبه نحو الأمام ثم نقوم بتدويره، يعني هنا سوف يظهر الوجه المنقط وليس الوجه المخطط. دي إجابة خاطئة والإجابة هي إيه. في السؤال الثالث هنا بين الوضع 1 و 2، عندما أقوم بتدوير الشكل بهذا الاتجاه سوف يظهر هنا شكل المثلث، هنا شكل المثلث، المربع المنقوط سوف يصبح لليمين، وفي الخلف سوف يظهر شكل المربع الذي يحوي على عمودين متقاطعين. الآن نبدأ باختيار الإجابات. هنا بين المثلث والمربع ذو العمودين المتقاطعين لا يوجد تجاور، هنا يوجد تجاور، وبالتالي إجابة خاطئة. الآن في بي يعني الشكل ممكن أن يكون صحيحا، هنا عندما أقوم بفتل هذا الشكل باتجاه الخارج، يعني أقوم بفتله بهذا الوضعية نحو الخارج، سوف تظهر إلى اليمين الشكل الذي يحوي على مربع في داخل النقطة، وسوف يظهر في الشكل الأمامي المربع أو المستطيل ذو الأقطار، يعني يمكن أن تكون إجابة صحيحة.
الآن في جي نتابع مثلا في جي، في جي عندما أقوم بوضع الوجه ذو النقطة نحو الأمام والوجه ذو العمودين المتقاطع المربع، هنا في الأعلى سوف يظهر المربع أو المستطيل ذو الأقطار ولا يظهر المثلث المظلل، وبالتالي جي إجابة خاطئة. الآن في بي بنفس الأسلوب السابق، بين المثلث والمربع ذو الأقطار المتعامدة لا يوجد تجاور، هنا أتى تجاور وبالتالي دي إجابة خاطئة. الآن في إي، في إي عندما أقوم باختيار هذا الشكل وضع المثلث ذو الأقطار المربع ذو الأقطار وفي اليمين المربع ذو النقطة في الأمام، سوف يظهر لدي هنا حسب هذا الشكل سوف يظهر لدي المثلث المفرغ، وبالتالي هنا إي لا يمكن أن تكون إجابة والجواب هو بي. في السؤال الرابع هنا نلاحظ أنه إذا قمت بقلب الشكل الأول باتجاه اليمين سوف تصبح Q في الأسفل وسوف يظهر في السطح M، بحيث تصبح K إلى اليمين و P تبقى دائما في الأمام، وبالتالي ببساطة الذي يقابل M هو الحرف Q بهذا الشكل، وبالتالي هنا في هذا الطرف الذي يقابل M هو Q. الآن نبدأ باختيار الإجابات. هنا هذا الشكل إذا قمت بعملية فتله في الأعلى Q وعلى اليمين K وفي الأمام N، لا يمكن الحكم عليه أنه إجابة خاطئة، لكن يمكن الحكم هنا في الإجابة B أنها إجابة خاطئة عندما نضع هنا Q في الأعلى وK في الأمام، سوف يظهر هنا على اليمين الحرف B وفقا للشكل الأول وليس الحرف N، وبالتالي B لا يمكن أن تكون إجابة. الآن هنا مثلا في E بنفس الأسلوب تماما، هنا K في السطح K في السطح Q على اليمين Q على اليمين إلى الأمام سوف يظهر B وليس L، وبالتالي أيضا دي إجابة خاطئة. الآن هنا اتفقنا منذ قليل أن الـ Q والـ M بينهما تقابل، هنا أتيا متجاورين وبالتالي جي إجابة خاطئة أيضا. الآن هنا عندما أقوم بوضع Q إلى اليمين و B إلى الأمام سوف يكون في السطح K وليس N، وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو A. في السؤال الخامس نلاحظ هنا عندما أقوم بفتل هذا الشكل هنا بحيث يصبح الوجه الذي يحوي على مثلث مظلل في اليمين، سوف تظهر لدي الإشارة المربع المفرغ، وبالتالي هنا المربع المظلل سوف يصبح بالخلف، وبالتالي هناك تقابل بين المربع الأبيض والمربع الأسود، الوجه الذي يحوي على مربع أبيض والوجه الذي يحتوي على مربع أسود. الآن نبدأ باختيار الإجابات. الآن في A أو عفوا في A نلاحظ أنه إذا وضعت الوجه الفارغ في الأعلى وفي الأمام الوجه الذي يحوي على مربع مفرغ إلى اليمين سوف يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مثلث مظلل، هنا ظهر لدي الوجه ذو الأقطار وبالتالي إجابة خاطئة. الآن في B عندما أقوم في B بقلب هذا الوجه مثلا هنا سوف أقوم بقلب هذا الوجه بهذا الشكل بحيث يصبح الوجه المفرغ إلى اليسار، ثم أقوم بفتلة حتى أضعه في الأمام، هنا على اليمين سوف يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مثلث مظلل، لكن في الأعلى سوف أحصل على هنا الوجه الذي يحوي على تظليل، هنا الوجه الذي يحوي على مربع مظلل وليس الوجه ذو الخط، وبالتالي أيضا بإجابة خاطئة. الآن في جي، جي بسيط الموضوع، هنا السطح ذو الأقطار، هنا السطح الذي يحوي على خط عمودي، وبالتالي هنا يجب أن يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مربع أسود، هنا يظهر لدي الوجه الذي يحوي على مثلث أسود، وبالتالي جي إجابة خاطئة. في إي أيضا إي بسيطة، عندما أقوم بمثلا في إي عندما أختار الشكل هنا، الشكل هنا الآن أقوم برفع هذا الشكل نحو الأعلى وأقوم بفتله بهذا الشكل سوف يظهر في الأمام الوجه المفرغ ولن يظهر لدي الوجه ذو العمود، وبالتالي هنا أيضا إجابة خاطئة والجواب هو دي. يعني هنا
عندما أقوم بفتله بحيث أضع الوجه الذي يحوي على مربع مظلل في الأعلى هنا وأقوم بفتل هذا الشكل إلى الأمام، سوف يظهر لدي هنا الخط ذو العمود، أو يمكننا من هذا الشكل هنا عندما أقوم برفع هذا الشكل نحو الأعلى، يعني قلب الشكل نحو الأعلى، يصبح في السقف الوجه الذي يحوي على مربع أسود. هنا عندما أقوم بفتله باتجاه اليسار أحصل هنا على الوجه الذي يحوي على قطرين وليس الوجه الذي يحوي على نصف مثلث، وبالتالي الإجابة هي دي. في السؤال السادس هنا لدي حالات مختلفة للمكعب. هنا نلاحظ مثلا في A دائما الوجه الذي يحوي على تظليل مستطيل في منتصفه يوازي الوجه المفرغ، هنا أتى معامد للوجه المفرغ وبالتالي إجابة خاطئة. الآن مثلا في J نلاحظ أنه أو في B، في B نلاحظ أنه هنا الوجه الذي يحوي على تظليل في أحد طرفيه يبعد مسافة عن الوجه الذي يحوي أو التظليل في الوجه الجانبي الذي يحوي على قطر مظلل سميك هنا، وبالتالي هنا يوجد تفريغ، يوجد فراغ، لا يوجد اتصال بينهما. يعني على هذا الأساس يجب أن يكون هنا الوجه الذي يحوي على مستطيل في أحد طرفيه في الخلف وليس في الأمام، هنا بينهما اتصال وبالتالي بإجابة خاطئة. الآن في دي، دي نلاحظ أن هنا هذا الخط أو الوجه الذي يحوي على مستطيل في منتصفه يوجد فراغ بينه وبين المثلث، بينه وبين وجه المثلث، يعني يرتبط، يكون أقرب إلى الوتر من الضلعين القائمتين، هنا بعيد كليا عن الوتر، يعني هنا لا يمكن أن تكون دي إجابة. الآن إي بنفس الأسلوب تماما، بنفس الأسلوب إي إذا قمت الآن بوضع هذا الوجه في الأعلى، الوجه الذي يحوي على مثلث أسود في الأعلى، الوجه الذي يحوي على الذي لا يحوي على شيء يعني المفرغ في الأمام، هنا سوف أحصل على الوجه الذي يحوي على مستطيل في منتصفه وليس في أحد طرفيه، وبالتالي أيضا إجابة خاطئة، والجواب هو ج. إذن في السؤال السابع هنا نلاحظ أنه مثلا نبدأ باختيار الإجابات فورا، طبعا هنا الشكل يحوي على عدة إشارات، عند إغلاق هذا الشكل ما هو الترتيب الصحيح لهذه الإشارات؟ ببساطة هنا عندما أقوم الآن بإغلاق هذا الشكل، الآن هنا الوجه الذي يحوي على تظليل إلى اليمين سوف أقوم بفتل هذا الشكل بمقدار 90 درجة، هنا سوف أحصل في الأعلى على الوجه الذي يحوي على مثلث أسود، في الأسفل الوجه المفرغ، هنا على اليسار بدل أن أحصل على خطوط أفقية كما في الشكل هنا سوف تقلب هذه الخطوط تصبح عمودية، وبالتالي إجابة خاطئة. الآن في بي، بي بسيط الوضع في بي، لماذا؟ هنا نلاحظ أنه بين النقطة والوجه الذي يحوي على مستطيل في أحد طرفيه يوجد تقابل، هنا أتيا متجاوران وبالتالي بإجابة خاطئة. الآن هنا عندما أقوم بإغلاق هذا الشكل، الآن يعني عندما أقوم بإغلاقه هنا على اليمين سوف تأتي لدي النقطة، على اليسار سوف يأتي لدي إشارة الوجه الذي يحوي على مستطيل، يعني الآن إذا قمت بفتل الشكل حتى عند فتل الشكل لن يتحقق الإجابة. يعني الآن مثلا عندما أقوم بفتل الشكل، الآن شكل عمودي، الآن أقوم بفتله حوله إلى شكل أفقي، هنا بالتحويل يعني لن يحدث أو أقول بشكل أبسط يوجد بين المربع والوجه الذي يحوي على مثلث أسود تقابل، هنا عندما أقوم بتطبيقهما سوف أحصل على تجاور، يعني هنا سوف يعود إلى الخلف، وبالتالي جي لا يمكن أن تكون إجابة صحيحة. الآن مثلا إي لا يمكن أن تكون إي إجابة صحيحة، لماذا؟ عندما أقوم بفتل الشكل هنا باتجاه اليسار، اتجاه اليسار الخطوط هنا سوف تصبح
أفقية أو أقوم بفتله باتجاه اليمين، هنا في الأعلى المثلث سوف يكون مقلوب، والخطوط بدل أن تكون أفقية سوف تكون عمودية، وبالتالي هي حكما إجابة خاطئة، والجواب هو دي. في السؤال الثامن هنا نلاحظ أنه مثلا عند البدء باختيار الإجابات هنا يوجد تقابل بين الوجه الذي يحوي على مثلث والوجه الذي يحوي على مثلث في زاويته. هنا فعلا يوجد تقابل، يوجد تقابل بين الواجهة المخططة والواجهة الفارغة، أيضا صحيح تقابل، وبالتالي يمكن أن تكون إجابة. نتابع الآن باختيار الإجابات، هنا يوجد تقابل، هنا أتيا في حالة تجاور خاطئة، هنا أيضا أتيا في حالة تجاور خاطئة، هنا أيضا أتيا في حالة تجاور وهما خاطئتين. الآن هنا أيضا عندما أقوم بإغلاق الشكل يعني سوف يكون في تجاور بين الوجهين الذي يحويان على مثلثين، أو ببساطة هنا النقطة والمربع هما في حالة تقابل، وهنا أتيا متجاورين، وبالتالي إجابة خاطئة، والجواب هو آه. في السؤال التاسع نلاحظ هنا عند اختيارنا الإجابة A هناك حالة تقابل فعلا بين الـ Q وN، وهذا صحيح، بينما هناك أيضا تقابل بين الـ P والـ L. هنا عندما أقوم بتطبيق الشكل الـ L سوف يتجاور مع الـ B، وبالتالي إجابة خاطئة. الآن هنا نلاحظ أنه الـ K واللام والـ M، الـ P والـ O والان. الان الان مع الكيو هنا في حالة وفق الفرض في حالة تقابل، ولا يمكن ان يأتيا متجاورين، وبالتالي بي ايضا اجابة خاطئة. ايضا هنا نلاحظ ان الكيو والان في حالة تقابل، والال والبي في حالة تقابل، لكن هنا الكي والام، الكي والام ايضا في حالة تقابل، يعني هنا عندما أقوم بتطبيق الشكل الـ L سوف يتقابل مع الـ B صحيح، الـ N سوف يتقابل مع الـ Q صحيح، الـ M سوف يتقابل مع الـ K وهذا صحيح، وبالتالي G هي الإجابة. الآن دي إجابة خاطئة، لماذا؟ لأن هنا لدي بين الـ M لا تتقابل مع الـ N، الـ M تتجاور مع الـ N، مجاورة له وليس مقابل له، وبالتالي دي إجابة خاطئة. ايضا في اجابة خاطئة، لانه الـ L والـ N، الـ L والـ N ليسا متقابلين بل متجاورين، وكذلك الامر الـ P والـ M ليسا متقابلين بل متجاورين وفقا للفرض، وبالتالي اجابة خاطئة، والجواب هو J. في السؤال العاشر والاخير في هذا التست نلاحظ هنا لدي تقابل بين الاثنان والستة، وهذا صحيح، هنا لدي تقابل بين الواحد والثلاثة، بينما هنا التقابل يحدث بين الأربعة والثلاثة، بينما الواحد والثلاثة متجاورين، وبالتالي لا يمكن أن تكون إجابة. الآن في بي هناك فعلا تقابل بين اثنان وستة، ولكن هناك بين الثلاثة والأربعة هنا حالة تقابل معطاة، وهما بالحقيقة يجب أن يكونا في حالة تجاور، الثلاثة والأربعة متجاورين، وبالتالي بإجابة خاطئة. الآن في جي هناك تقابل بين اثنان والستة صحيح، لكن بين الثلاثة والخمسة يوجد تجاور وفق الفرض، هنا أتيا متقابلين، وبالتالي أيضا جي إجابة خاطئة. الآن في دي فعلا هناك تقابل بين الاثنان والستة، بين الاثنان والستة وبين الأربعة والخمسة، هذا صحيح، وبين الواحد واثنان يوجد تجاور، وبالتالي دي يمكن أن تكون إجابة. الآن هنا في إي بين الواحد والستة يوجد تجاور، هنا أتيا في حالة تقابل، وبالتالي إي لا يمكن أن تكون إجابة هنا، بينما الثلاثة والأربعة أتيا متقابلين وهما في الحقيقة متجاورين، وبالتالي الجواب هو دي. عند تطبيق الشكل سوف أحصل على تقابل بين اثنان والستة وفق الفرض صحيح، تقابل بين الواحد والثلاثة وفق الفرض صحيح، تقابل بين الأربعة والخمسة وفق الفرض صحيح، وبالتالي الإجابة هي دي، وشكرا لكم.